6 على S زائد 3 S زائد 2 S زائد 1 S. هل هذا السيستم ستيبل؟ ستيبل S بتساوي ناقص 3 S بتساوي ناقص 1. هلا S0 هذه مشكلة شوي لأنها انتجريتر انتجريتر في الأوريجن انتجريتر استخدمت له ستيب فونكشن بس على الأقل هذول الثلاثة بولز موجودين في الليفت هاند سايد S جاء على الأوريجن رح أجي الآن أركب K إذا أركب K يعني هل رح آخذ هاي الفونكشن اللي هي G of S الموجودة هنا رح أركب لها K variable رح أسأل السؤال إيش قيمة K قديش والله بضل أزيد K بحيث إنه السيستم هذا يضل ستيبل حتى أحدها بدي أضطر أرجع ما هو المفروض ما يعطيك السؤال بهذا الشكل يعني هذا هو بس أنا مضطر هلا هذا أبسطه حتى أحوله ل S to the 4 S to the 3 S to the 2 S to the 1 كيف أبسط هذا؟ أضرب إذا نضرب S زائد 3 في S زائد 2 شو راح أعطيني؟ راح أعطيني S سكوير 3 S و 2 S 5 S 2 في 3 6 وهون عندي S 0 S سكوير زائد S وهذه هون 6 بعدين راح تصير عندي 6 على جذر الترم الاول في كل هذول اس سكوير في اس سكوير راح تعطيني اس 4 اس سكوير في 5 راح تعطيني 5 اس كيوب واس سكوير في 6 راح تعطيني 6 اس سكوير بعدين اضرب الاس اس في اس سكوير راح تعطيني اس كيوب اس في 5 اس راح تعطيني 5 اس سكوير واس في 6 راح تعطيني 6 اس هلا بدي ابسط هذول اجمع الجيربز المتشابهه في عندي اس كيوب واس كيوب راح تصير 6 اس كيوب هون عندي S to the 4 بعدين عندي 11 S سكوير زائد 6 S زائد 6 S وفوق عندي 6 هلا لما بسكر هذا اللوب وبحط هيك كيف رح يتغير الترم اللي تحت؟ هلا كيف في عندي 6 لأنه في عندنا 6 إذا رح يصير عندي الترانسفير فانكشن جديدة تبعت الكلوز لوب رح تصير 6 K على البولينوميال هذا على 1 زائد 6 K على البولينوميال هذا الموجود اضرب البسط المقام في البولينوميال شو بنتج عندي؟ بنتج عندي فوق 6 k وتحت شو بصير عندي؟ بصير عندي البولينوميال زائد 6 k فبصير عندي البولينوميال الجديد s to the 4 انتبهوا على شغله ال 6 ما تروحش مع k ماشي هاي نقطة مهمة s to the 4 زائد 6 s cube زائد 11 s square زائد 6 S زائد 6 هلا السؤال هاي فونكشن ايش الفاليو تبع كي اللي بخليها؟ اذا راح ناخذ نفس الشيء S to the 4 S cube S square S to the 1 S to the 0 راح احط 1 و 6 6 و 6 K هون هلا نحسب اول واحد 6 في 11 66 ناقص 6 60 على 6 10 10 6 في 6 كي 36 كي ناقص 0 على 6 6 كي مشان مضبوط 6 في 6 36 على 6 ترجع 6 كي 10 في 6 60 ناقص 36 كي على 10 اذا 60 ناقص 36 كي على 10 مضبوط وبعدين النهايه رح تصير 0 واخر ايش رح يصير عندي هذا في هذا رح يطلع عندي هون 6 كي حتى يكون السيستم ستيبل ايش الشرطين اللي لازم يتحققوا؟ اول شيء بدي اكبر من واحد هاي بدها تكون اكبر من واحد مش اكبر من زيرو وهاي لازم تكون اكبر من زيرو مباشره 6 كي اكبر من زيرو يعني ايش؟ اكبر من زيرو يعني كي لازم تكون اكبر من زيرو هذا اول شرط طيب الشرط الثاني انه 60 ناقص 36 كي على 10 بدها تكون اكبر من زيرو بقدر اتخلص من ال 10 بغير الاشاره لا إذا صارت عندي هون 6 إذا راح تكون 60 بدها تكون أكبر من 36 كي مش هيك؟ إذا اقسم على 6 بصير عندي 10 أكبر من 6 كي 10 على 6 أكبر من كي إذا كي بدها تكون أقل من 10 على 6 قديش 10 على 6 1.6 مش هيك؟ مضبوط؟ طيب نطلع على التور هاي ايش بتقول لي كي لازم تكون ايش؟ اكبر من زيرو وهاي بتقول لي ايش كي لازم تكون؟ اكبر من زيرو اذا كي وين لازم تكون؟ اكبر من فترة ما بين اذا كي
0.0 وأقل من 1.6. شو بنفهم من هذا الكلام بالحكي بالكلام؟ حتى السيستم هذا يصير unstable إيش لازم أبدأ؟ بقدرش أبدأ من قيمة أقل من 0. بس إيش يعني كيف تكون نيجاتيف؟ لازم تكون كيف بوزيتيف؟ لازم تبدأ من 0 وتزيد. ولاحظوا هون التفسير العملي للزيرو. إيش يعني عمالي بحاول أتجنب؟ لأني إذا كانت وين كانت البولز هذول الأربعة؟ الأربعة بولز تبعونها وين كان؟ في اللفت. يعني كان في اللفت بس هذا وين كان؟ الأوريجن. كي لازم تكون أكبر من زيرو. إذا كانت زيرو رح يضل مكان. بس أبدأ أزيد كي أكبر من زيرو. شو رح يصير في هذا البول؟ رح ينسحب لهاي الجهة. شوفوا إيش رح يصير عندي في الحالة. هاي البولز الأربعة. في عندي واحد على زيرو. الأصلي هذا الأوبن لوب سيستم. وعندي واحد ناقص واحد. وناقص اثنين وناقص ثلاثة. ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة. لما ببدأ تزيد كي هلا بوز شو رح يصير في البولز هذول؟ هذا البول وهذا البول إذا كريت السكند أوردر سيستم رح يمشي باتجاه بعض. وهذا البول وهذا البول إيش رح يعملوا؟ رح يمشي باتجاه بعض. رح يطلعوا بنقطة معينة كأنها بتشبه إيش عندنا هنا؟ الكريتيكال دام. ومن هون بعدين رح يعملوا. هلا هذول فيش فيهم مشكلة. وين المشكلة؟ هذه قيمة كرو كي هون قديش؟ 1.6 مشان قيمة كي لما بدينا هون قديش؟ 0. إذا كل المنطقة هاي ما بين الزيرو وال 1.6 ما فيش فيها مشكلة. بضل السيستم ستيبل. أكثر من 1.6 أقل من زيرو شو يعني؟ نيجاتيف. كأنه كي صارت نيجاتيف مشان؟ كأنه كي صارت نيجاتيف. إذا هذه هون إذا هون شوفوا راوث هورويتز جاوبني على سؤال مهم. جاوبني إنه السيستم هذا إيش قيم كي اللي بضل فيها؟